كتير حلو التمرين وكتير مبسوطين وتجربة كتير حلوة. It's a really good experience trying something new. فرصة كبيرة قدمتها الستارز أكاديمي فور سبورت لأكثر من 160 طفل لبناني بيهوى لعبة كرة القدم من خلال استقدام مدربين من برشلونة من كورنيا أكاديمي لتدريبهم وتعليمهم التقنيات الفعالية للعبة. في مواهب، في personal talents، بس ما فيش team talents أو team sports مثل ما شفنا. يعني اللاعب في عنده personal skills بس فيش عنده الباس تبع التكنيك الصح. With a different concept of the football that we already have in Spain. It's more, we have a football more thinking in the association, and here the football is more thinking in the individual, and we are happy to teach. أكاديمية كورنيا اختارت 7 أطفال لاحتراف اللعبة نظراً لبراعتهم، وما منستغرب أنه يبرق ويلمع أسماء هالأطفال بالعالم إلى جانب العديد من نجوم الفوتبول. رايحين شهر بيقعدوا هناك بالمخيم تبع كورنيا ببرشلونة، بعدها بيكونوا عم بيلعبوا أكيد وبيعملوا ترينينجز وبيعملوا تراي أوتس. اللي بينجح منهم بيكمل مع الأكاديمي هناك لمدة 9 أشهر وأكيد ببلش مشواره الاحترافي. يعني 1 من 7 أنا كتير مبسوط. نحن بضلنا نجي لأنه أول شيء اعتبرنا من برشلونة جايين، وبرشلونة نادي كتير عريق، فأنا قلت بلكي بيكون عنده حظ، وهذا الحظ بيكون سبب يوما ما يكون عنده احتراف بهاللعب الحلوة. رح قاتل كرمال يكون محترف ورح أجرب كل جهدي كرمال ياخذوني، وبتمنى انه ياخذوني. لو في عدد كبير بس بنطلع على الناحية الإيجابية إنه في 7 رح يكون لهم الشانس إنه يربحوا حدا يتبناهم. هلا 7 عدد قليل بس كتير بالنسبة لحدا معه حدا عم يهتم. يعني اللبنانية غائبة عن تفعيل دور الرياضة وتشجيعها لعبة كرة القدم، فالحالة السياسية والطائفية عم بيكون لها تأثير سلبي على مواهب الشباب العديدة. فهل رح نبقى مكاتفين إيدينا عم نتفرج على هجرة المواهب اللي عنا؟ أتمنى تحسن وتحسن السياسة شوي مشان معش هاي الخلافات عم تأثر على فوتبولنا. بصراحة هذه الاكسبيرينس كتير كبيرة، وخاصة لإلنا للمدربين وللاعبين، وان شاء الله نقدر نكمل بهذا الشيء. بس بتمنى انه من الاتحاد اللبناني وبتمنى من الاشخاص اللي بيقدروا انه يدعمونا ماديا ومعنويا يكونوا واقفين حدنا. عشان هيك نحن تقدمنا ليزيد خبره بهالدوره هاي اللي سووها، وبلكي انه بيكون